التلسكوبات اليوم العديدة والفعالة تأخذنا في بحث لا يمكن تصوره من أجل كشف أسرار الكون. ستخبرنا بالتفصيل مما يتكون كوننا وكيف ولد وكيف يتطور. إنها تعيدنا إلى فجر الزمن الأول وإلى الولادة الأولى للكون، وترينا غيوماً عملاقة حيث ولدت النجوم والكواكب. في كل مرة يوجه فيها تلسكوب جديد في اتجاه مختلف من الكون، نتعلم شيئاً جديداً وعميقاً عن الكون. نستطيع الآن أن نراقب بوضوح شديد انفجار النجوم وتصادم المجرات وعنف الثقوب السوداء. يوجد كون كامل مختبئ هناك. نحن نرى الكون يتغير ويتطور باستمرار. الثورات التكنولوجية والتلسكوبات التي تكبر باستمرار تعرفنا أكثر على الفضاء. كلما استكشفنا جزءاً جديداً من الكون نصل إلى اكتشافات ومفاجآت رائعة. لكن أين بدأ هذا السباق؟ وإلى أين سيقودنا؟ هذه رحلة مذهلة عبر 400 عام لأداة استثنائية غيرت كل ما ظننا أننا نعرفه. أحدثت التلسكوبات ثورة في طريقة فهمنا لأنفسنا ولموقعنا في الكون ومن أين جئنا. معكم الآن برنامج البحث عن حدود الفضاء. يفتح باب عملاق بارتفاع 8 طوابق. هاتان العينان المتماثلتان تستعدان لمراقبة أبعد أعماق الفضاء. إنهما تخصان التلسكوب الكبير المنظاري. إنه من أقوى التلسكوبات على سطح الأرض. لقد كلف صنعه أكثر من 120 مليون دولار. هذه المرايا التي يبلغ عرضها 9 أمتار تجمع ضوء أجسام أكثر بهتاً بملايين المرات مما تستطيع عيوننا رؤيته. الآليات التي يبلغ وزنها 600 طن تعدل وجهة المرايا لتنظر إلى ما هو أبعد من 13 مليار سنة ضوئية وحتى الحدود الأخيرة للكون المرئي. تلسكوبات خارقة كهذه تلتقط صوراً حقيقية تنير أظلم زوايا سماواتنا. غيوم متموجة من الغازات والغبار تضربها رياح فوق سمعية وتنيرها آلاف النجوم الجديدة الناشطة. هذه الغيوم الغازية والغبارية العملاقة التي ترتفع بمعدل 100 تريليون كيلومتر تشكل حاضنات نجمية تخفي أماكن ولادة النجوم والكواكب. فجأة يرسل انفجار نجم ما غازاته الحارقة التي تمزق الفضاء منطلقة بسرعة 100 كيلومترات في الثانية. وفي المجرات البعيدة نستطيع التقاط صور لتدفقات غير مرئية من الطاقة تتولد من أحد أشد الأشياء غموضاً، وهو الثقب الأسود الهائل الضخم. كل هذا بفضل التلسكوبات ذات التقنية العالية. غير التلسكوب طريقة تفكيرنا في أنفسنا. مع كل تلسكوب جديد تجد شيئاً جديداً لأنك تزيد من قدرتك على رؤية المزيد. نشاهد هذه الصور الباهرة فقط لأن تلسكوبات استثنائية كهذه تراقب ليلة تلو أخرى الكرة الأرضية والفضاء. على مر القرون الأربعة الماضية حولت الثورات التكنولوجية هذه الأداة الريادية وطورتها. أين بدأ كل هذا؟ تبدأ الرحلة مع رجل واحد
وقطعتين من الزجاج. حدث ذلك في صيف عام 1609. بروفيسور الرياضيات غاليليو غاليلي صنع نسخته من اختراع جديد واستثنائي، إنه التلسكوب. هذا الاسم يعني رؤية البعيد في اللغة اليونانية القديمة. انتشر الاختراع كانتشار النار المستعرة عبر أوروبا من بلدة صغيرة في هولندا. الصانعون الذين يعملون على أكثر العدسات الزجاجية الدقيقة في يومنا هذا اكتشفوا أن نوعين مختلفين من العدسات التي توضع على مسافة صحيحة تولدان تأثيراً بصرياً مفاجئاً. إنهما تعملان عمل عدسة مكبرة لتقريب الأجسام البعيدة. هذه كانت ولادة التلسكوب. عرف غاليليو قيمة الاختراع على الفور. غاليليو عالم رياضيات عملي يصمم الأدوات، وهذه الأدوات غالباً ما استخدمت في الحرب. نجح في زيادة القوة التكبيرية للتلسكوب بحيث يرى أكثر من العين المجرد بثمان مرات، واكتشف بالمصادفة استخداماً عسكرياً لها. وهذه ميزة مهمة إن استطعت رؤية العدو قبل أن يراك. القوات العسكرية في البندقية اشترت هذه الأداة الجديدة لتكون عدسة تجسسية تمكنهم من رؤية سفن العدو. لكن بعدها حول غاليليو تلسكوبه من الأرض إلى السماء وبدأ ثورة تطورية. وهكذا دخل غاليليو عهداً جديداً من التطبيقات التي استخدمت فيها هذه الأداة لاكتشاف أشياء لم يكن يعرفها الإنسان من قبل. كل ما كان علماء الفلك يعرفونه عن السماء قبل غاليليو هو ما كانوا يستطيعون رؤيته بالعين المجردة، أي النجوم والقمر. لكن حتى أكثر هواة الفلك اليوم يستطيعون رؤية ما هو أكثر من ذلك. تمضي ألكسندرا هول لياليها وهي تحدق في سماء الليل من باحة منزلها. أنا لا أمل النظر إلى السماء ليلاً، فالنجوم أشبه بماسات تلمع في سماء مخملية سوداء. أراقب القمر وهو يمر بمراحله المتعددة، إنه يختلف في كل مرة أنظر فيها إليه. ترى العين المجردة أحياناً خمسة نجوم متألقة أكثر من البقية، وبمراقبتها عبر الليالي تبدو وكأنها تتحرك خلافاً لخلفية النجوم الأخرى. لا تبقى في مكانها كبقية النجوم، بل تتحرك، وأحياناً تكون مرئية وأخرى لا. كل نجم من هذه النجوم اللامعة عبارة عن كوكب. الزهرة نجم المساء يقطع الأفق بخفة عند الغروب، والمريخ يتوهج بلونه الأحمر. كوكبا المشتري وزحل يفوقان كل ما حولهما ببريقهما. أصبحنا نعلم الآن أن هذه النجوم السيارة هي في الحقيقة عوالم أخرى كالأرض، أو كما نسميها اليوم كواكب. لكن في زمن غاليليو كان الجميع يعتقدون أنها مجرد نجوم. هناك عالم واحد فقط في الكون وهو أرضنا، وهي تقع في مركز كل شيء. تبدو الشمس وكأنها تدور حول الأرض أثناء النهار، وعلى مدى الليل الطويل يبدو القمر والنجوم أيضاً وكأنها تجوب وتدور حول الأرض في مدارات عملاقة. عندما تقف خارجاً أثناء الليل لعدة ساعات تلاحظ أن كل النجوم والكواكب والقمر تدور حولك. يبدو الأمر وكأنك في المركز. إنه حقاً إحساس قوي ومؤثر. لكن غاليليو كان على وشك أن يظهر أن هذا مجرد إحساس لا أكثر. لقد بدأ يهز نظام العالم المعروف عندما أخذ يراقب القمر. الاعتقاد السائد في ذلك الزمن كان أن كل الأجسام السماوية خالية من البقع. في علم الكون القديم كان القمر جسماً سماوياً مقدساً، ولهذا فقد كان مثالياً. لكن وبالنظر عبر 400,000 كيلومتر في الفضاء رأى غاليليو شيئاً مختلفاً عن الكرة الملساء التي توقع رؤيتها. بدلاً عن ذلك رأى قمراً تشوهه الفوهات والوديان.
لابد أنها كانت لحظة استثنائية بالنسبة إلى غاليليو عندما نظر من خلال تلسكوبه الصغير الرديء إلى القمر ورأى الفوهات والجبال والقمم والوديان. لقد رأى للمرة الأولى تضاريس جغرافية على جسم فضائي آخر. هذا يعني أن الأرض ليست متفردة في الكون. هذه الرقع التي ترونها هي جبال، لذا فالقمر ليس أملساً. لكن هذه كانت البداية فحسب. بعدها حول غاليليو تلسكوبه إلى المشتري، وهو أحد الكواكب السيارة. لقد رآه كما لم يراه أحد من قبله. هذا تجسيد حاسوبي دقيق لما بدا عليه المشتري من خلال تلسكوب غاليليو. لقد تم تعييره وفقاً لعدسات غاليليو، وهذا يظهر التحدي الكبير الذي واجهه. النسخة المطابقة لتلسكوبه تظهر مدى صعوبة الحصول على صورة ثابتة. عندما ظهر المشتري في تلسكوبه كان من الصعب جداً تركيز الصورة، لأن جودة العدسات ليست جيدة مقارنة بعدسات اليوم. يبدو المشتري للعين المجردة كنجم لامع أو بقعة من الضوء. عندما ننظر إلى النجوم الأخرى من خلال تلسكوب غاليليو فإنها تظل تبدو كبقع من الضوء، لكن المشتري ظهر فجأة أشبه بقرص دائري أكبر حجما بكثير. هذه الرؤية المشوشة والمبهمة للمشتري كانت كشفا لا سابق له. وصل غاليليو إلى الاستنتاج التالي: لابد أن المشتري دائري، إنه عالم آخر، كوكب كما ندركه اليوم، وحوله توجد المزيد من المفاجآت. تخيل أنك ألصقت قطعة زجاج صغيرة في مقدمة أنبوب طويل، ووسط دهشتك الكبيرة رأيت نجمين أو ثلاثة أو ربما حتى أربعة تجاور المشتري، كما لو أنها فراخ بط صغيرة تتبع أمها. لاحظ غاليليو الموضع المتغير لهذه النجوم الجديدة. لماذا توجد نجوم تتبع المشتري؟ لم يدرك غاليليو إلا بعد أسبوع أو أسبوعين من المراقبة أن فراخ البط الصغيرة هذه والتي تتبع أمها هي في الحقيقة أقمار تدور في مدار المشتري. أدرك غاليليو أنه وصل إلى اكتشاف مذهل. لقد نشر ما وصل إليه في كتاب اسمه الرسول النجمي. برأيي هذا أكثر كتاب علمي هام في التاريخ. كان تأثيره فورياً وأصبح غاليليو نجماً كبيراً بين ليلة وضحاها. لكن الاكتشاف الأكبر كان التالي: سجل غاليليو شيئاً سيغير نظرتنا للكون إلى الأبد. لاحظ أن كوكب الزهرة يغير شكله وحجمه كل عدة أشهر. أثناء مراقبته تحول شكل كوكب الزهرة أسبوعاً تلو أسبوع من شكل هلالي كبير إلى قرص دائري صغير، ثم تتسلل الظلال ثانية عبر الكوكب وتعيده إلى شكله الهلالي الكبير ثانية. بالنسبة إلى غاليليو فإن أشكال الظلال التي رآها على كوكب الزهرة يمكن أن تعني شيئاً واحداً فقط: كوكب الزهرة يدور حول الشمس. لكن الاعتقاد الذي كان سائداً في ذلك الزمن هو أن كل شيء يدور حول الأرض. لم تعد الأرض مركز الكون. وهكذا عرف البشر أنهم ما عادوا مركز الكون. هذه المشاهدات البسيطة جداً هزت أسس العالم بكل معنى الكلمة. لم تعد الأرض مركز الكون، الشمس هي مركز الكون، على الرغم مما تمليه علينا معتقداتنا العادية. لكن هذه الاكتشافات وضعت غاليليو في مواجهة مباشرة مع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، فتعاليمها كانت تقول إن الله خلق البشرية فوق الأرض التي هي مركز الخلق. بالدفاع عن نظريته كان غاليليو في الواقع يتحدى سلطة الكنيسة. لقد ناقض ما كان يعد ترجمة شرعية للإنجيل، ولم تستطع الكنيسة أن تسمح بذلك. لكن ما رآه غاليليو كان النظام الشمسي كما نفهمه اليوم.
الاكتشافات التي وصل إليها غاليليو غيرت العالم إلى الأبد، غيرت عالم العلم والعلاقة بين العلم والدين والكون إلى الأبد. هذا هو الكون الذي ساعد غاليليو على اكتشافه، الكواكب وأقمارها التي تدور في مدارات حول الشمس. تلسكوبات اليوم تظهر النظام الشمسي بتفصيل لم يكن غاليليو يحلم به. الانفجارات التي تحدث في سطح الشمس تعادل قوتها قوة انفجار مليار ميجاطن من TNT. في البقعة الحمراء الهائلة على المشتري تظهر دوامة هائجة كبيرة بما يكفي لابتلاع 3 كواكب بحجم الأرض. على قمر المشتري آيو نستطيع أن نراقب البراكين وهي تنفث الغازات والرماد إلى الفضاء. في المريخ يوجد واد أعمق 5 أضعاف من الوادي الكبير في أمريكا، ويوجد بركان أعلى 3 مرات من قمة إيفرست. فوق سطح الزهرة وتحت السحب المائجة المؤلفة من حمض الكبريت تظهر جبال من السطح الصخري. وحول الشمس وضمن محيط نظامنا الشمسي نفسه تدور أجرام سماوية تتألف من الصخور والجليد، لكن كوكباً واحداً يظل لغزاً غامضاً حتى أمام أكثر التلسكوبات تطوراً. إنه زحل وحلقاته الغامضة. كان غاليليو أول من لاحظ أن هذا الكوكب مختلف عن البقية. السمات الغريبة التي لاحظها بدت وكأنها آذان بالنسبة إليه. افترض أنها أقمار، ثم رآها علماء الفلك لاحقاً على أنها حلقة ضخمة مسطحة تطوق الكوكب. ثم اكتشف رجل أن هذه الحلقة كانت في الحقيقة تتألف من 2 حلقات متحدة المركز. ذلك الرجل كان عالم الفلك جيوفاني كاسيني. الآن توجد مهمة سميت باسمه، وهي تحقق في سبب وجود حلقات لزحل أصلاً ومما هي مصنوعة. إنها مهمة كاسيني التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية. أقلعت مركبة كاسيني الفضائية في رحلة تمتد حتى 1.5 كيلومتر إلى زحل. في المخروط الأمامي لهذا الصاروخ يوجد المسبار الفضائي كاسيني. لا يزال أمامه رحلة تمتد لمسافة 3 مليارات كيلومتر حتى كوكب زحل. على متن المسبار يوجد تلسكوبات متطورة ستحقق في حلقات زحل الغامضة من خلال الاقتراب منها قدر الإمكان. بينما يتجه كاسيني إلى زحل الكوكب الأبعد في نظام غاليليو الشمسي، يستخدم الجاذبية الهائلة لكوكب المشتري كقوة دفع تدفعه ملايين الكيلومترات نحو وجهته. تلسكوبات كاسيني من أسرع التلسكوبات المتحركة، تمر قرب المشتري بسرعة تصل إلى 100,000 كيلومتر في الساعة. حتى بهذه السرعات الهائلة تستغرق الرحلة 7 سنوات، ولكن كاسيني يقترب أخيراً من زحل الذي يبعد مسافة 1500 مليون كيلومتر عن الأرض. إنه يدخل خلال حلقات زحل الخارجية ليدخل المدار المحيط بالكوكب. هذه بعض الصور التي التقطها كاسيني للحلقات. قد تبدو صلبة، ولكنها تتألف من ملايين الكتل الجليدية والصخرية التي يتدرج حجمها بدءاً بحجم حبات الرمل وانتهاءاً بحجم منزل، وهي تمتد على مدى 100,000 كيلومترات. لكن من أين تأتي كل هذه الأشياء؟ يظهر تلسكوب كاسيني أن الحلقات الداخلية مصنوعة من مادة تشكلت بسبب انفصالها عن سطح أقمار زحل إثر النيازك. لكن أبعد حلقة مرئية في زحل لا تزال لغزاً غامضاً.
هذه الصورة التي التقطها كاسيني تظهر أن أقصى الحلقات الخارجية هي عبارة عن غشاوة ضبابية من الجزيئات المجهرية، خلافاً لأقصى الحلقات الداخلية. يظن علماء الفلك أن القمر الجليدي إنسيليتس يمكن أن يكون المكان الذي يتشكل منه الضباب، لكن حتى الآن لم يتمكن أحد من معرفة كيف يتم ذلك. ثم ترصد تلسكوبات كاسيني شيئاً لم تتم ملاحظته من قبل، إنها سحب بخار هائلة تنبعث من صدوع سطح إنسيليتس. هذه السحب ترتفع لمئات الكيلومترات، من المثير أن نجد ذلك يثور من قمر جليدي.